طبعا اليوم خطرنا في الاستوديو فنانة تشكيلية شابة ابدعت بالاعمال الفنية. مثل ما تعرفون اليوم اكو الرسم بالفطرة واكو الرسم اللي بعد ما يدخل معهد الفنون الجميلة قسم الفنون التشكيلية واكاديمية الفنون التشكيلية. اليوم ضيفتنا في الاستوديو الفنانة التشكيلية تبارك رياض. مساء الخير وحياك الله ونورتنا اليوم. شلونك؟ زين الحمد لله. زينة؟ زينة. تبارك بدايتنا خل اعرف انه انت طالبه معهد فنون الجميله لو عندك الفطره والهوايه بالرسم. انا مو طالبه معهد فنون، طالبه خامس اعدادي. والرسم عندي موهبه من الصغر ونميتها. زين. منو اللي شجعك بموضوع الرسم؟ أهلي. بالذات اهلك؟ اهلي. اكو شخص هم داعم لك وعلمك على التتشات اللي مرسومه بالالوان؟ مثل ما تعرفين اليوم الالوان اكو الوان الحاره والالوان البارده. صح. واكو المدارس الكلاسيك والواقعي، مدارس الفن التشكيلي. يعني انت واقعة ترسمين؟ اي ارسم واقع على المدرسة الواقعية، استاذ اسامة هو اللي علمنا عليها. استاذ اسامة زيدي. استاذ اسامة وهم ثاني ساعدني بالرسومات خطوة بخطوة. تحياتنا له. اريد اعرف اول لوحة شوفيني اياها. اقدر اشوفها؟ احكي لي على هاي اللوحة. هل على التدرجات اللونية باسلوب البول ارت. طبعا هو علمني اياها هم عليها واول مره يعني مثلا ارسم بهذا الاسلوب. ارفعي لي اياها، جيبي اللوحه يمك، ارفع عليها خلي اشوفها. تمام. هاي الالوان شقد استغرق عندك هذا العمل؟ سولفي لي عليه. تقريبا 3 ايام، لان كانت مشاركه بمعرض النخيل العراقي. فاستغرقت 3 ايام. 3 ايام استغرق عندك العمل. تمام. اللوحه الاخرى اللي هي بالجرايد، رغم يمكن اصعب لوحه يمكن. لا سهل. بس هم ينراد لها وقت. فن الكولاج اسلوب حديث هو طبعا صاير، نقدر مثلا ندخل اكثر من خامه بالرسمه. وفان دخلت جريده واوراق من كتاب. شنو الاستوحاء اللي خلاك تسمين تخليني موضوع الجريده؟ من جتك هاي الفكره؟ هو الفن مال الكولاج هو هيك يستخدم اكثر من مثلا، نقدر ندخل اكثر من خامه، بس انا استخدمت الجريده يعني خصوصا تعطي طابع قديم او هيك شيء. مثلا انا هسه انا عتقتها ولونتها باللون هيك مثلا البني الجوزي. كيف استغرق عندك هذا العمل؟ يومين. يومين فقط؟ اي مثلا يوم على مود يجف الورق. نعم. هو والصمغ، واليوم الثاني ارسمت بالالوان الاكريليك. زين، المعارض اللي شاركتي بيها، كم معرض شاركتي انت اليوم؟ وشون شفتي؟ اكيد كل معرض يجون به فنانين. اي اكيد. تشكيليين اللي هم لهم اسم بالساحه الفنيه. اي. كم معرض شاركتي؟ تقريبا صار اني ويا معرض تقريبا 3 لو 4 ويا شمس السلام، مؤسسه شمس السلام زهراء علي. ومثلا مؤسسه زمرد صار مرتين، يمكن لو 3 يمكن 5 لو 6 يعني كلهم، لان ما صار من الشهر الثامن نهايته يلا قمت اشارك بمعارض. زين، عندك الطموح انه تسوين معرض شخصي لك؟ اي ان شاء الله مقررين لهذا الشيء. كم انا استاذ اسامه. انت حيكون مشترك لو وحدك؟ لا مو اني وحدي، وياي فنانتين بعد. زين، ليش ما يكون يعني تسوين انت معرض شخصي لك اذا انت هيك ابداعات وهيك اعمال ترسمين؟ ان شاء الله بالمستقبل هم نسوي. هم نسوي؟ أي كم أسوي. عمل لحد هسه انت منجزه؟ ما ادري هواي. تقريبا كم عمل؟ تقريبا يعني اذا احسبين ممكن يطلع عن 50، بس اللوحات تقريبا 5 أو 6 لوحات الكانفس، بس الورق بالرصاص والفحم عندي هواي هواي كلش هواي. اها. اي طبعا احنا نشوف هسه الاعمال ما تشبه بالشاشه، انه اعمال هذا التخطيط هذا جرافيك. اي. واكو تخطيطات يمكن عندك. هاي كلها الوان زيتيه. هاي الوان زيتيه. انت كل اعمالك الوان زيتيه. ترى هاي بكم ساعه كملتها؟ اي. القبل هاي زيتيه؟ نعم. 8 ساعات. 8 ساعات؟ 8 ساعات جايبتها وياي. شوفي. هسه قبل لا نجي نشوف هاي اللوحه، زين هاي كلها تخطيطات. اي كلها تخطيط، هذا بالرصاص والفحم. يعتبر انه هذا تدريب لك التخطيط؟ هذا رسم واقعي، هاي الوان مائيه. زين هاي النحله ليش؟ ما اعرف الصراحه، صورة عجبتني ورسمتها. هاي يعني انت تنقلين، ما عندك شيء تسوحين من ذهنك؟ عندي مره دا اتعلم هم استاذ اسامه هم دا يعلمني على الرسم من خيالي. حاليا رسمت مكان قديم مثل الشناشيل بغداد او هيك شيء، تخطيط هم من بالي. قال لي اخذي من كم صوره مثلا شوف واستطلع على الصور وراح تجيك افكار من بالك. وانت تخلين بصمتك باللوحه. اي صح. زين، اليوم انت قلتي اني اريد ارسم
شناشيل البغدادية. شناشيل بغداد. أنت اليوم وين تشوفين نفسك بالرسم؟ إلا أكثر شيء ترسمين البورتريه أو اللوحات خلينا نقول البغدادية، شناشيل البغدادية أو الخيول أو يعني خلينا نقول. أحب أرسم الواقع أكثر شيء البورتريه، خصوصا هو الواقع، أحب ألتجئ لهذا الشيء. بس واقعي. واقع أكثر شيء أنا رسمه، أكثر رسمه هواي أشياء بس يعني اللي شفته قريب علي الواقعي. زين أنت ما تبيعين أعمالك؟ هم أكو تعرضي هنا على الصفحة ما تشوفين أحد يشتغل. إي أعرضهن مثلا، تجيني طلبات رسم خاصة مثلا. حلو. شخص أو صور شخصية. حلو. بس أعمالي لحد الآن ما بايعة، ما أدري ما أحب أبيع. زين أوكي، هسا أنا اليوم طلبت من عندك ترسميني. إي. راح تاخذين من عندي أكيد مبلغ. أي قد العمل وش قد القياس؟ شلون الأسعار؟ القياس اللي... القياس حسب اللي أنت اللي تريده، مثلا القياس موجود أي 3 أي أي 4، موجود القياس الصغير أي 5. حسب زيتي مو تخطيط. الزيتي موجود هو قياسات. أوكي. 50 في 60، 50 في 70. 50 في 60 ايش قد؟ اذا ترسمين ايش قد تاخذين من عندي السعر؟ حسب الصوره ما اعرف. يعني صوره عاديه. صوره عاديه تقريبا 50,000. 50,000. 50,000. واذا بها ملامح اكثر وشغل اكثر يصير السعر اغلى. توصل الى كل رسام عنده مثلا سعره حسب التعب اللي راح يتعبه. اي مثلا الجهد، الوقت، الالوان، اذا نحسبها اكثر شيء التعب، كسران الظهر. هم تعاني من موضوع الالوان والمواد اللي تشتريها؟ احنا دائما نعرف ان الالوان والمواد والفرش كلها مشرعه ما تنبي. اي صح. تعاني من هذا الموضوع؟ من يا ناحيه الناحيه الماديه. الماديه والاسعار غاليه؟ صح الاسعار. لو سامي يجيب لك من الالوان اللي عنده. لا لا ماما فاتحه جيبها. ماما تنطي تنطي ابد، ما مثلا ما تقصر علي من ناحيه الاغراض، هي تقول لي اشتري. يعني واقفه وياك. واقفه وياي. مساندتك بهذا الموضوع. أكيد. زين قلت لي اللوحه اللي قلت لي استغرقت 8 ساعات. نعم. هاي. ليش استغرق هذا العمل عندك 8 ساعات؟ كانت اول مشاركه لي بوزاره الثقافه، مؤسسه شمس. تمام. هي نفسها زهراء علي. فما كان عنده وقت وتمرضت بوقتها فرسمتها بثمان ساعات. لين انت تمرضتي؟ تمرضت. كان يوم سبت خططتها ولونتها تقريبا من الساعة بالستة لـ12 انا كملتها لو بالثنتين. بالليل؟ بالليل هو بنفس الرسم وتواصل بثمان ساعات كملتها. يوم الاحد انا وديتها حتى بيوم المعرض كانت ما جافة الالوان بعدهم. من وديتيها للمعرض كانت الردود شنية؟ كلهم كلهم تعجبوا عليها. صح بيها اخطاء اذا تنتبه عليها، مثلا اذا عندك نظره مع الفنانين. تمام. هناك اكيد كلهم فنانين كبار يجون ينطون الاخطاء مالتي، بس كلهم يقولوا لي عاشت ايدك فنانه. بوقتها استاذ اسامه اول ما تعرفت عليه هو شاف هاي اللوحه وجا كان ويا رسام كبير ما اتذكر اسمه صراحه. شنو الاخطاء اللي باللوحه؟ وش قال لك اسامه اللي هو علمك ووصلك وقال لك هذا؟ شنو الاخطاء اللي كانت باللوحه؟ تقريبا بالشعر، بالوجه، بالملامح، هيك اخطاء بسيطه. تتوقعين الشعر ما بي اخطاء هوايه؟ ما بي؟ لا بي اخطاء هواي. مو؟ اي بي اخطاء هواي. يعني لو ما كنتي مريضه كان ابدعتي بهذا العمل؟ ابدعت اكيد. قدمتي اكثر؟ اكيد. واذا كان عنده وقت اكثر مثلا اسبوع او اكثر من يوم، انا قلت لك كان يوم عندي واحد لازم اكملها بيها. لو عندي مثلا اكثر من يوم انا كان سويتها احلى من هاي وقياس اكبر. طبعا تبارك، انا ما اعرف شنو اللي اقول ليش، لكن بس اقول لك انه انت مبدعه. شكرا. وكل التوفيق لك. شكرا. كل النجاح، انه تعلمي من كل فنان تشكيلي. أكيد. الانتقاد إن شاء الله. حلو اذا يكون انتقاد بناء مو هدام، هذا شيء حلو. اتقبله. فاتقبلي اي شخص انه اليوم يقول لك اكو خطا، احنا كنا معرضين للانتقاد. اكيد. فكل التوفيق ان شاء الله والنجاح. شكرا لك ان شاء الله المسيره الفنيه وشوف معرض شخصي لك ان شاء الله. شكرا لك. تكون معزوم ان شاء الله بالمعرض الشخصي. ان شاء الله واحنا داعمينك ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. شكرا لك تبارك وحياك الله ونورتينا. تشرفت فيكم، تشرفت بالمكان، كلش حلو مرتب. يا حياك يا اهلا بيك، وهذا مكانش باي وقت. شكرا. شكرا لك.